en scène. Étudiant en scène. Étudiant en scène, l'actualité نتاع الجامعة هذه من خص les étudiants بصفة عامة. شنو عندنا الجامعة هذه ياسمين؟ عنا دونك des actualités étudiantines. أول حاجة جبدت لي انتباهي أنا lors de ma recherche. عنا les deux étudiants علي هزبري اللي يقرأ في كلية الآداب والعلوم في سوسة، وعادل معليل اللي يقرأ في نفس الفاكولتي متاع علي وتوا يقرأ في معهد الدوحة للدراسات العليا. خرجوا كتاب اسمه إطلالة على التاريخ، واللي يحكي على العصور ما قبل التاريخ إلى نهاية الفترة الحديثة. واللي زاد جبد انتباهي أكثر أون فيت إنه اللي كتب واحد معناتها من الكتاب هذايا اللي هو علي هزبري اللي نقدم له دايوغ تحية كبيرة برشا، فاقد للبصر ونعتبروه دونك أول تلميذ قرأ في مكتب عادي معناتها للمبصرين كما الناس الكل معناتها. دونك سانسيغمون ما نجمو كان نقدروا العباد اللي كيفوا وتو سامبلومون ناخذوهم عبرة في حياتنا معناتها. أن كرون برافو، أن كرون برافو. Donc deuxième actualité, li hadi zada farhatni barsha kiditha, howa en fait c'est un événement sar fil l'ISKE, ismo company program, et c'est la troisième édition. Wli cherkou fi des étudiants bchi lawjou ala une idée de projet, on ba'd encadrerhom leur professeur ou ycherkou plusieurs groupes li yerbah ma'nata yakhoud premier prix. Wli khdi le premier prix kharjou b'idée de produit ismo bug banish, préventif contre les punaises de lit et les insectes nta ad-dar. En fait les produits hadi athar mel sur l'abdomen de l'insecte, mais khalish la reproduction ni la digestion taoud sin mara okhra. En plus, le produit il a été testé et approuvé par le laboratoire de biotechnologie et de valorisation des biogéoressources. Ou nzidou alayhom li huma ki ribhou le premier prix, le laboratoire amal ma'hom un contrat de 3 ans khater ajbhom barcha le produit w lqawh efficace. و توا dernièrement باش نحكي على ليفينمون اللي انا قريب القلب برشا اللي هو فاشن نايت لا 8ème اديسيون رياليزي بار نوتر شير كلوب راديو ياشوسي ليبرتاد سولمون. ان فيت نحكيو على ان ديفيلي دو مود باش يصير ان شاء الله لو 8 مارس. جو فوز انفيت توس ا فينير وما نجم كان نقول لكم اللي يستنى فيكم ان شو قوي برشا برشا. واضح هذا لو شو دونك نعاودوا نذكروا كيما قلت لنا لو 8 مارس كيف دونك ثم الحاجه اللي تفرح دونك من لي اس كي او ليدي اللي جاوا به اللي ذكروا معناتها اليوم كي نقولوا اس كي او نحكيوا على انستيتيو سوبيريو دو كونتابيليتي دادمينستراسيون معناتها بعد شويه يمكن على الدومين هذا اللي كنخدموا ان برودوي كيما هذا اللي هو ان دومين يقرب اكثر يمكن لجماعه tout ce qui a un rapport مع الساينس يمكن حتى الميتين امين موجود معنا عنده فكره نتصور اليوم من العوام الاولى في الميتين تقراو نتصور على البيولوجي لي ماتيغ هذوما نقراو حاجات جينيرال اكثر يقراوهم حتى بليزيور فيليير مثلا ساينتيفيك اخرين كيما اللي يقراو بيولوجي ولا اللي يقراو دونتير عندنا فيليير ترون كومون مثلا عميل ولا نقراو حاجات هكا سيميلير بيان سور في الميتين بلو ابروفوندي معنا اما تقعد معناها عندنا باز كومون اكزاكتومون حاجه تفرح برشا لو برودوي بوغ بانش هذايا اللي نصور يصلح برشا سورتو في فرنسا بعد اللي صار لهم نتمناو انه الشيء هذا ما يجيناش بيان سور في تونس اما كان جا عندنا ديجا برودوي احنا حاضر باش نحميو روحنا من الاول هذايا الاكتواليتي نتاع الجماعه هذه شكرا ليك ياسمين على الاكتواليتي هذه الكلها كوش نقعدوا شويه في جو البيولوجي باش نمشيو زاده للميتين نحكيو كيما قلنا على اسوسياميد بعد شويه Sociamed اللي تنظم لا كارافان دو سونتي دوك تايم اللي هو ليفينمون انويل لاكسيون انويل نتاعهم هذايا الكل في اتيديون ان سين.